كل سنة وانتوا طيبين. العيد الكبير على الأبواب، عيد الأضحى. اللهم بلغنا عيد الأضحى، وبلغنا بعد رمضان في العيد الصغير، في عيد الأضحى اللي بعده، وما إلى ذلك. يدلنا ويدلكوا طولة العمر، وربنا يكتب لنا بإذن الله زيارة آل البيت والكعبة المشرفة. قولوا أمين. عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك بالتأكيد إنه ناس ربنا ييسر الأحوال عايزين يقدموا الضحية. طيب افترضنا إن فلان الفلاني دي أول مرة، أو فلان الفلاني بيروح لهذا الجزار أو هذا التاجر لأول مرة في التعامل، فلازم يبقى عارف هو بيشتري إيه إزاي. كويس، وهبقى أجيلكوا على الأسعار بعد شوية، يعني عشان اللي عاوز أنا رأيي يعني كلم وزارة الزراعة وروح كده، لأن وزارة الزراعة عاملة شغل حلو قوي قوي قوي، وبأقل من أسعار السوق بحبة حلوين تعجبك يعني. المهم علشان نعرف نتأكد من شروط السلامة بتاعة الأضحية، يبقى لازم على طول نرجع للمختصين. دكتور محمد عفيفي سيف، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، موجود معانا على التليفون. أهلا بك يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب مقدما. المشاهدين مع حضرتك بخير يا رب. يا رب جميعنا بخير. دلوقتي يا دكتور كنا بنقول افترضنا ان فلان الفلاني اول مرة يعني هيبدأ يعمل الأضحية، او هيتعامل مع هذا التاجر او ذاك لاول مرة برضو، فعاوز يتأكد من السلامة بتاعة الأضحية اللي هيقدمها، سواء اذا كانت بقى من رؤوس الماشية او الاغنام او الجمال الى اخره. ايه الشروط؟ طبعا الشروط في البداية هو لوحده مش هيقدر يكمل كل الشروط على بعضها، بس مبدئيا كده الأضحية دي قربان بنقدمه لربنا، فلازم يكون من افضل الحيوانات اللي هتبقى تذبحها. طبعا ما تبقاش هزيلة، تبقى ممتلئة، ما تبقاش ما يظهر عليها علامات المرض، ما تبقاش في حالة حمى، ما تبقاش في عرق او مكسورة، لو هي فيها قرون ما تبقاش القرن مكسور او الاذن مقطوعه، ما يبقاش في ظاهر عليها اي علامات لضرب او في اي تقيليات خارجيه عليها. بنتخير افضل الحيوانات اللي لما هتشوفها تسر العين فتقدر ان انت تذبحها، ده ظاهريا. لكن هل يكفي الفحص الظاهري؟ لا طبعا ما يكفيش. ففي الحال زي كده مين دايما اللي يرشد المواطن فيما يخص الاضحيه؟ أقرب طبيب بيطري له، سواء في أي قرية هيلاقي فيها طبيب واثنين وثلاثة وأربعة، أي حي هيلاقي فيه جاره أو بعيد عن شوية بشارعين أكيد هيلاقي طبيب. ما لقاش خالص هيروح للإدارة البيطرية اللي في المركز بتاعه أو القرية بتاعته في الوحدة البيطرية، يشوف الدكتور اللي هناك، ياخد تليفونه بحيث اليوم اللي هيبقى فيه شراء للأضحية يجي يبص له عليه. اليوم اللي هيذبح، وطبعا احنا بننصح كل المواطنين موضوع الذبح خارج المجازر ده يعني يا ريت تبقى يعني عاده ونبطلها. يعني بلاش موضوع الذبح خارج المجازر. ليه نذبح جوه المجزر؟ لان اولا الوزاره والمديريات والهيئه العامه للسلامه البيطريه موفرين الذبح في المجازر طوال كل ايام العيد. حلو. يعني المجازر مفتوحه، الاطباء البيطريين ما بيعيدوش كل سنه، بيقضوا العيد في المجازر. حضرتك تقدر تاخد الاضحيه بتاعتك تروح الصبح تذبحها، بحيث انك تمنع التلوث اللي بيحصل من هرقه الدماء في الشوارع، المخلفات والروث اللي بيحصل كل، وتبقى طبعا الروائح والذباب كل ده بيئه خصبه لتكاثر الميكروبات والامراض. طبعا طبعا الطبيب البيطري اللي موجود في المجزر هيفحص لك الحيوان ظاهريا ويتاكد ان هو مش مريض، يبدا يسمح بدخوله الذبح. وبعد الذبح تبدا مرحله اهم من الفحص قبل الذبح، الا وهي فحص الذبيحه داخليا. بيفحص بعض من الاماكن جوه الذبيحه زي الغدد الليمفاويه، بيفحص القلب، بيفحص الكبد، الاحشاء بشكل عام، اللون العام للذبيحه اللي موجوده. ده ليه؟ ده عشان يتجنب كثير من الامراض اللي ممكن تنتقل للانسان بعد كده. يكفي بس نقول لحضرتك ان في بعض الحاجات اللي ممكن ما يلاحظهاش المواطن العادي قد تؤدي مثلا للاصابه بحاجه زي السل مثلا، لو ما فيش طبيب بيطري بيكشف له على الذبيحه دي. فلازم في الحاله زي كده ان احنا نتوجه للمجازر يوم او يوم الثلاث ايام بتوع العيد بحيث ان احنا نذبح. طيب مثلا يا دكتور، يعني انا كنت افهم زمان انه ايوه طبعا لازم نفحص الامعاء والمعده وما الى ذلك، الرئه برضه لانه بيبان فيها شويه حاجه، لكن القلب دي جديده عليا.
لا هو بيفحص كل الاجزاء بتاعت الذبيحه، يعني مفيش جزء بيروح منه، يعني كل الحاجه بيبقى فيه الامراض التي تنقلها للانسان. وده دور الطبيب البيطري ان هو نحصل في الاخر على غذاء صحي وامن للمواطن. لان في امراض بتنتقل من الحيوان للانسان بنسميها الامراض المشتركه، دي بتوصل لحدود 300 مرض، منها ما ينتقل بالاختلاط المباشر، منها ما ينتقل به عن طريق الاكل، وبالتالي المنوط بيه برضو جزئيه سلامه الغذاء من اصل حيواني هو طبيب بيطري. انت لما تاخد حاجه مراقب عليها من طبيب عارف شغله كويس هبقى مطمن الحاجه وتامن. طبعا طبعا. طب دكتور محمد خليني برضو اقول لك، يعني في النهايه الناس هتيجي تقول ايه، هو انا لما هروح المجزر وهذبح هناك ماشي صح هيبقى الذبح سليم و100% وابقى مطمن والدكتور البيطري موجود و100 فل و14، بس اكيد هما الناس هتقول كده اكيد اكيد، ما مساله بقى التقطيع والتكييس والتغليف علشان التوزيع على خلق الله ده مش هيتم، فده معناها ان انا هاخد الذبيحه بقى في عربيتي ولا هاجر لها عربيه مخصوص واوديها للجزار علشان يقطع. طب ما انا اذبح عند الجزار وانجز. ما هو الجزار هيذبح لك في المجزر برضه، وهيقطع ايدك. ما هو جوه في جزار هيذبحه جوه، فانت كده كده هو هيذبح ويقطع ويجهز. فانت تاخد حاجتك وهي تعتبر حاجتك خدتها نظيفه، يعني بدل بقى ما تملى الشارع دم وتبقى هوس. يعني ذبح وتقطيع وما الى ذلك هيحصل في المجزر برضه. بالظبط، ما انت بتاخد الجزار بتاعك اللي انت كده كده هتجيبه. خلاص انت خدته معاك في المجزر، هو هيذبح لك هناك ويجهز لك حاجتك. المهم ان احنا نبقى في مكان سليم وامن ويبقى متراجع على الذبيحه بيطريا بشكل برضه ايه احترافي من قبل سليم. الطبيب المسؤول. تمام. شيء رائع جدا. النقطة بقى اللي بعد كده، جبنا الذبيحة بتاعتنا وقطعنا اللحمة بتاعتنا. الخطأ الشهير دايما اللي الجميع او اغلبية الناس بتقع فيه، عارف كيفية الحفاظ على هذه اللحوم اللي بتبقى كميتها كتيرة، التخزين. احنا بنبقى مستعجلين، نروح كل مكيسين اللحمة بسرعة نحطها على طول في الفريزر بسرعة. أكبر غلط. ونفاجئ بعد كده بعد كام يوم إن اللحمة كلها باظت. طبعا. ازاي نتجنب كده؟ اول حاجه خالص احنا نشوف حتى سلوك الجزار وهو بيبيع اللحمه بتاعته. لازم تتعلم. بيعمل ايه؟ بيسيب اللحمه في مكان مفيش فيه تعرض للشمس، هويته كويسه، درجه حرارته مش عاليه، بيسيبها من 3 4 ل 5 ساعات مثلا عشان تحصل عمليه التيبس للعضلات. عمليه التيبس دي بتفرز لاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك، اللي هو زي ما بننزل الجيم كده تلاقي العضلات بدات توجع تشد، ده نتيجه اللاكتيك اسيد، ده الحمض اللبني. بالظبط كده. فهذا الحمض اللي بيفرز ده بيئه مناسبه جدا للقضاء على اي ميكروبات تتكون، لانه حمض. لانه حمض بالظبط كده. طيب ده اول خطوه. الخطوه اللي وراه ان احنا بندخل اللحوم دي في رف الثلاجه بحيث انها اللفظ البارد تتشمع. ايوه تمام صح. بعد كده ممكن نحطها كمان في الرف اللي تحت الفريزر. ماشي. طيب نيجي بقى نكيس ونحطه في الفريزر، ناخد بالنا من ايه؟ الاكياس تبقى كيلوات ما تزيدش عن كده. ولما نيجي نحط اللحمه في الفريزر او حتى في الثلاجه، الثلاجات والفريزرات فيه في الجزء الخلفي بتاعها جوه في فتحات اللي بتخش منها الهواء السائع بتاع التبريد. ايوه. دي نحافظ ان احنا ما نكبسش الاكياس عليها ونسدها، طبعا معنى انك سديتها ما بردتش الهواء. وقفت مكتوب ما اشتغلتش كويس. يبقى انت متخيل ان هو بيتلج او بيجمد، وهو ده ما بيحصلش. وفي نفس الوقت ما نحطش الاكياس كلها نرصها فوق بعض، ان لسه برضه درجه حرارتها ما بردتش بالشكل السليم. يعني نحاول نفرد على قد ما نقدر، يا اما لو حطينا فوق بعض نحاول نحط اي حاجه فواصل ما بين كل كيس والتاني بحيث ان الهواء يقدر يلف ما بين الاكياس، فاللي فوق واللي تحت يتبردوا بنفس الكافيه. طيب ليه حضرتك قلت كيلوات؟ السطح الفوقاني بس هو المتبرد، واللي جوه وسط الاكياس دي كلها لسه ما زال بياخد وقت طويل عشان يتلج، وبالتالي ده يدي فرصه للميكروبات تنمو، وبعد ما تنمو يبدا بقى اللحمه تنمو. طيب حضرتك ليه اوصيت بان يبقى الكيس وزنه لا يزيد عن كيلو؟ عشان سهوله التبريد والتجميد. كل ما كانت عشان ياخد كميه قليله فتره اقل في التبريد والتجميد، درجه الحراره تدخل للانسجه جوه بسرعه. كويس قوي. ايه تاني من النصايح ولا احنا كده في التمام؟ من النصايح برضو لو جزء فيه دهون زياده، الدهون تبقى على السطح فوق بحيث ده اللي يبدا ياخد تبريده، لان برضو لو هي مدفونه تحت او في وسط اكياس
هتاخد وقت طويل برضو تبوظ معانا التخزين اللي احنا بنخزنه. حلو جدا. انا دكتور اشكرك جدا جدا جدا، وبالمناسبه انا استفدت شويتين كمان من الحاجات اللي حضرتك قلتها دي، يعني كنت اعرف حاجات فحص الذبيحه دي وكده، بس التخزين ده كان جديد بالنسبه لي بصراحه. الف 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 شكر ليك يا دكتور محمد عفيفي، سيف امين عام نقابه الاطباء البيطريين. خدتوا بالكم من طريقه التكييس والتبريد والحفاظ على اللحمه؟ انا كنت عارف الحكايه بتاعت لازم اللحمه دي تتعلق شويه علشان يحصل حكايه التيبس العضلي بسبب اللاكتيك اسيد دي، كنت قريتها زمان جدا يعني، فعارفها دي. وكنت حتى دايما اسال الجزارين ليه بيعلقوا اللحمه، انت عارف لازم الجزار بيعلق اللحمه في الضله في حته هوا ويلفها بقماشة قطن 100%، اللي هي الملاية القطن 100% دي تبقى ملاية مبلولة لسببين. أول سبب يلفها عشان يحافظ عليها من أي حشرات ما تجيش على اللحمة. الحشرات لو وقفت على اللحمة بتبيض عليها، فبتتسبب في أنه يحصل إنفكشن في اللحمة دي وتجيلها بقى يعني أمراض وطفيليات وبكتيريا وما إلى ذلك. وفي نفس الوقت طب ليه مبلولة بقى؟ علشان تاخد الهواء، بسبب القماشة المبلولة دي بتبرد جسم الذبيحة فتحافظ عليها لأطول فترة ممكنة وهي لسه معلقة في الخارج قبل ما تبدأ تخش بقى في مرحلة التقطيع ثم التبريد ثم التتليج وما إلى ذلك. أتمنى بس نكون إيه نلتزم بالنصائح اللي قالها لنا دكتور محمد عفيفي سيف لو سمحتوا، علشان خاطر إيه يعني نبقى واحنا بنقدم الضحية لأهالينا من خلق الله نبقى بنقدم لهم لحمة مظبوطة وكويسة وميت فل و14. ولازم لازم لازم أنا بأكد أهو، قدم اللحمة اللي انت بتقدمها للناس من أفضل 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 القطع، قدم لهم من اللي بتاكله. روز عايزة فتت معز. معز انت ايه بتتفرجي على أفلام أبيض واسود قديمة من بتاعة فجر الإسلام؟ معز الله العظيم نمرة.